هم مع بعض. هاي جولة تو تعال بطلع عن بيك، تعال تعال أنا. إيه جولة مهمة. لا لا بيجيك راس براس. يلا عشان عشان علمك إن المشكلة مو فيه. أحمد وين؟ يلا يلا راح راح بيجيك راس يلا براس. يلا تعال بيك، تعال أطلع تعال شوي بسرعة. يلا يا ها يا ربع، تبون شيء ولا شيء؟ خدمكم شيء. سلامتك يا حبيبي. الله يستر عليك. دقيقة خلي العيال دقيقة تطلعون دعم منهم. آه يلا عبد الله ميم جعلني ما عدمكم كلكم بديت خشوم. راح يلا هم الله يا شيخ. مرحبا مليون. يلا. وش الصورة؟ أوريك. لا إله إلا الله اللي ما أحب الانتظار. أخلص. وش زين علمني وش الصورة عنه وش تتكلم عنه وين وفين وشنو وش اللي صاير؟ دقيقة أخي أنا توني شايفها ب... يوم جيتك هنا. لا 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 يا رجال والله الظاهر انهم ظاهر ان الحظ محب. خلينا نشوف. منا يا ما عن زمن قاتل على قلبك اللي بان. شوف اخس هذا انت يوم دخل معي قست ارسلها ارسلها لي. والله شكرا. من ارسلها؟ ارسلها لي واحد تابعني من زمان قلبه هاج. تذكر المقطع؟ شوف من كثر من كثر ما حد حولي في البث ابت وانا بسيارة ما جاني بعد. اخو العيال هذا متى؟ هذا قبل تدش البرنامج ها؟ هذا قبل والله العظيم اني شخص متواضع والله. قبل شو اسمه؟ قبل قبل اشتغل ما كنت تلعب جولات واجد. دخلت معك اذكر اني فزت عليك وقلت ميدك قلت ميدك كسر الكنب حق بيتك. لا ما ما فزت علي ما اذكر. الا فزت علي داعمني يا وليد العام يوم قبل يوم والله. لا وشكلي هنا اشتنه شاتك. خلينا نشوف شكلي. خلينا نشوف خلينا نشوف. شوفوا انتوا يا اهل الواقع لازم كل واحد قبل لا يدخل ايش اسمه ابن اموي شكلي شي كذا عزاه كان ما اللي صاد القست دام ما عندك احد في البث. ما اللي صاده عندي كان عندي اتوقع 70 ما كنت 100 ما كنت اوصل 100. بس رايك فيني بهاجي الامانه امانه متواضع ولا لا؟ هذه لو تطلع في الاعلام ترند 13 سنه. وش يورنا؟ مستحيل 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 يا اخي مستحيل. عزا والله ترى حتى سعد الشهري تدري ولا لا انه قد دخل معي قست قبل لا يدخل البرنامج ما كنت اعرفه. قال لي هو بعد قال انا دخلت معك قست. قلت اخليه انت بهاج بعد كلكم شلون؟ سحر سعد الشهري الذيب على طاري. يا ربي يا سعد. موجود موجود. يلا يلا برسلك ليه جي كي ويلكم. طيب سعد الشهري غير متاح. ايه شوف تقدر ترسل سعد. ايه غير متاح بعد ليه؟ من عنده صح؟ يا اخي البرنامج صاير يا اخي تافه ما ادري ايش فيه. حتى من التوب ما اقدر. شوف خالد من التوب هو التوب 10 تقدر. جيته من التوب عديو تلقى عنده دحين فراعنه وجايك يا حبيبي بحكم. يا اخي البرنامج صاير سيء. دقيقه خلني احدث.
تروح الدث وشي أطول حال طاوي والله ان كبدي على شوفك غليلة لو تمرينا الشيوخ أهل الفتاوي ودو بذلي يجرون الطويل لعنبوت سنتي مكاسر عود جاوي ما البسك سن عندي رصيد اني ادق عليه سلام سعد دق لي سعد يا اخوي ما سعد ما اقدر غير متاح سعد حدث ما اقدر انت في التوب 11 ما اقدر ارسل لك من التوب كلهم المتاح اللي عندي عندي انت وملاحي وخالد غير متاح يلا يا سعد يا اخو حدث اخلي الجوال شغال يلا صلي ولا ايه بنصلي بس خل واحد من عيالي يجي يمسك البث راح نصلي ونجي اسم الله ما اقدر ارسل ملاحي يا زينكم زينه الشير 11000 لايكات 9 مليون ولا شبيه المصورون البث لا بقلبك ها ليه مصورون قبل البث ترى مجاني الاسد ليه جاك اسد؟ اي والله والله جاك اسد؟ من ميم والله ميم الله يبيض وجهك وين ميم؟ والله جاني اسد انا ابيك تحكم عليهم راحوا جو اليوم ثقه يعني ما هو بحق احكام ولا هو بحق سعد الشهري موجود ملاحي موجود سعد الشهري موجود قبل نشوف وجهك توني انا بعد قست ايش توني انا بعد قست اقول ما كنت اخش انا وبعد كان غير متاح فاجيب واحد من سوري انت سوري صح يا حبيبي لا لبناني انا لبناني رحت لا والله ما لبناني كمان انت رايح انت من الدوار واضحين لبنانيه انت كلكم اسمع بهاد عندي دعم رسمي جديد عديقه تعال يا انا من الجبل تعالوا اقبلوا كبس وسوي عالصدو انا عارف شو اسمك يا الاردني يا لبناني طارق حبيبي طارق معنا الداعم الرسمي محمد النجاده عاش عاش اقطع وجهك امحك يلا كبسوا يا جماعه الكل يكبس كبسوا سيد عالصدو ما انتوا فايزين خوي عواس حق شاريه انا شاري متحزم رجال صار حد يتكلم عن الدعم الرسمي رجاء خلوه يتغزك بليز والله يجيبك عواس يدعمني ليومين وشو من اللحيه محمد النجاد هذا ونعم رجاء ونعم يدعم من الاسود ما شاء الله تبارك الله لا لا تقول رجال يزعل هو ما يمكن ما يبي رجال ما شاء الله عنده فراري وعنده ماي باخ وعنده ثلاث شغالات وعنده سواقين داخل طمع يا وسخ عرفته لا بدأ اسلح على وجهك سعد بالله يا سعد عندك دعم جديد ايه والله علوم ما شاء الله بعلمك اياها ان شاء الله بعدين وش حالك اخل ادعمك بس الحين ان كان صح اتحداني عدت هذا يدعمني بس ايه اتحداك هاجموا يلا جاهز واحد اثنين ثلاثة عيد ثاني مرة يمكن معلق
الاسد على البركه اجى مره. يا اثنين ثلاثة ما يسمع ما يسمع يمكن يمكن عد يا اخي عجب فنادي ذا. دقيقه تحداني انا تحداني خلي داعمك اني جاد هذا يجيني. محمد مالك محمد صرت معك تسمعني يا معقد يطلب اسد. سلام ايش تبدا؟ باقي 20 يلا يا محمد يمكن معدل يا ما يدعم معدل عشان ربي يا رب لازم ناخذ الدبل. جملونا جوابك باقي 6 يا سعد كيف حالك؟ محمد النجيد داعم غير محمد النجيد يا رب ارحب قطر محمد النجات بيدعمك لك يعني يا شباب. يلا محمد يلا محمد النجات ما غيره الزلم الكفو يا شباب. محمد افضل واحد في التوك محمد النجات محمد النجات يلا محمد انقذ علينا بلسد. اوه يا احمد يا احمد احمد يا احمد احمد يا احمد قطر يا ربي مو بيحفظكم قلوبكم شو يا عروس عريني هدد الظالم احمد هدد مرحب عضي ارحب ارحب يا محمد ارحب ارحب يا سعد ارحب وكذا وش ارحب خلصي عداش لك اشهدك اشهدك يا جوجو اوكي اعتزم تعتزم اللي انت قام جد ما اعتزم محمد افا يا محمد النجاده يعني يقول محمد النجاده اعتزم ارحب ارحبوا يا شيوخ ارحبوا يا محمد لا يفوز علينا يا محمد. اي والله عينك يا ابن عمي اي والله عينك يا ابن عمي اي والله عينك يا قطر يا رجل اي والله عينك يا حازم كويتي ظني انت يا مسعدك بسعدك يا بهاد يا بسعدك يا محمد النجاد الرجل اللي يفوز محمد النجاد هذا هو الصوت العالم ارحب يا فرح انت وصل قولوا كل صوت غيرت الرجال علي الحمد لله تفرق هذا غني وهذا غني لكن تفرق مادة الريجين والله ما يوفقك ربي والله محمد النجاد هذا هو صورته هو ذا ها يا اخو قد مشى سعد في بيته عليه حرام بيته تقول من ذهب كان هو اللي هو ذا صورته دي هو ذا الله يا عبد ها؟ إيه في والديكم نو حسودي أنت حسودي بس عنه كورق ريجي خص لا بيجحفل محمد النجاد أعرفه يا رب ما يجحفل وأنت باج ماك متدور له باج مالك هو اللي صورته ذا ما عليك منها يا رجال بهاد استرح ام خدومي يا سعد كيف حالك يا سعد؟ ارحب يا فايز والله شغل النور عندكم اشوفكم انا طيب يا حمد الله علوم بالغلط طيبهم 511 وقطار وتشس كبسوا عند خمال لا ما حدا يكبس لي ميرسي اسمك خمال طارق اسمي طارق ارحب يا من عمي ارحب حي والله عينك انت ابن جعفر شوف يا رب يا حي والله عينك الماركة 511 يا نم عيني القم يا سعد الشيري القم جولتي متحسن فيه يا الله جولتي بيض الله وجهك نجاد وبيض الله وجهكم يا تفصل الجولة يا رب تكفوا ضيفوا الداعمين اللي عندي بس اللي عنده اعطوه وردة عشان ما يعطوني بوند شباب يا رب تكفوا اللي اسمي قدر لي ضيف 511 وقطر وتشس لب والله عجبكم الشيوخ الماركة يا الله جولة اقبل بيضاء وجهك قطر احمد اتشس بيضاء وجهك اقبلوا اقبل ابو خشم بيضاء وجهك يا هلا بالجماعه والله عندي داعم اسكت اصح يا سعد اصح ما انت فايز يا لبيب وكفيت لب والله قلبك يا 511 بيضاء وجهك يا حبيبي يا ربع كبسوا والله يقدرني يا رب الجميل معليش يا انتوا هاي بتجيبوا سكور ما بتحكموش بعض يا انا دي الجوله الثانيه جبلتين يلا لبناني ابن خاله ابن خاله دي خالي من لبنان شو خوالي من لبنان بلا مازح والله ما عم بمزح ايه تربى في ساكنين في الجبل سيد
سيادة ما تحلف يا أحمد. كل يوم بقوم الصبح باكل بندورة. سيادة ما تحلف. وحياد هاو هاو. شف 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 شف. أنا باكل بندورة. يا سعد وش تاكل يا سعد؟ أكل إيش؟ أكل عيش. هو بياكل بندورة. أنت وش تاكل؟ هذا بياكل عيش. عانوا عانوا يا بهادة وأحمد وطارق. عانوا على الغرفة حقتي الجديدة. عانوا على الحركات. وين هذه؟ أنا يا أبو خشب يا أبو خشب. هذه وين؟ الغرفة والبسطة. غرفة عندي مزبطها بحرمالي. زبطها لي أبوي الله يفهم. الرياض. بجد. إيش سمي فيك بجدة؟ تعال سوا في الرياض يا ولد. ليه يا أخوك ما تبغى أقعد عند هل؟ شو اسمه؟ الشغل زين في الرياض. ها؟ الشغل في الرياض، العيشة في الرياض. والله انك صادق غير يا اخوي لازم تقعد عند اهلك وكذا ليه ما تجيب اهلك الرياض يا ربع يا ربع ربع انت عام وين ذلوا 511 اوه بغيت اقول 511 قطر طلعوا باقي كلهم راعي الله يستر عليك ادرك معك الشيخ الله يبيض وجهك يا تشس يا ربع والله ما ادري من اللي عندي لكن ان شاء الله ناخذ سيك تضحك سعد يلا يا شباب يلا يلا عاشوا عاشوا لا 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 سعد مليد عام قبل شوي مليد عام قبل شوي جذب والله قلبك الشيخ حي والله عينك ليه يا محمد ترسل سلب؟ أب والله قلبك الشيخ أبو سالم أبوه أنا كم؟ تب الثالث؟ اللي وراء تب الثالث؟ مالقين المدرسة فجأة أسس على المطر صدق؟ جدة عندكم مطر يا واد بهات شيء ثاني إيه بهات تجي الحالة أحيانا بهاد شو تسوي بهاد؟ نبه شو شو تعاني؟ خلاص سلام ما ادري والله قريب مالقين مدرسة صدق بهاد ساعد بينكم شيء يلا يا جماعة قولوا يا رب لا يا ربع ايش فيني متوتر لا يا ربع اسعد امك يا محمد اسعد امك يو يا ربع جو 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 ترى فرق بسيط شباب فرق بسيط يا رب هذا حرام حرام على سكورنا اللي جاب الاولى انا على الفاصله حرام يا الحين تريك دراسه ولا ما كان دخلت فوت على حزه ان شاء الله دوم عليك يا ربع ترى فرق بسيط فرق 300 ودي 400 لا يروحون يجي لا يروحون بدي امشي حرام على الفاصله عندي شو اسمه ولد احمد خش على الدعم عندي طيب كل واحد اللي اسمه محمد صورة العرض هذا اماراتي صح ايه حاط صورة الشيخ فزع ونعم ده. يا شنو الاخصام الفاشله بعد ما ما ماشي شوف والله الدايمين اللي عندي ما تحمس يا محمد جمعها جمعها ذي السيارات جمعها جمعها ما باسك مرته وحده ما يعرف هبها هبها يسوينا بيطلع برا قل نزلها نزلها الله هبها يبي وجهك يا رب يا رب يا رب يا رب حرام والله نعجل فاصل على السكور اللي طاف حرام والله فرق قلب بدي ماشي عم رينجي سدو لا يفوزون يبغى فرقوا لا يفوزون الله الشامر الشامر أعرف طولتك ما يا أبو قلبك لا والله قلبك مش شوف يا الله بعدين يجنين يعني والله بدأ شامخ منور أم اللايف يا حبيبي أبو علي بيضرب وجهك عز الله ما قصرت يا شيخ ما سوى شيء لبى قلبك دز ما تعال تعال عشان ثاني مرة ما تحزم محمد نجادة بهاج تبي تحكم من؟ بحكم اللبناني يلا حكم يا شباب يقول حكم له شو اعطيني احكي خل احمد يحكم على سعد سعد الحكم الاول
يا احمد زاد جولتين ربع ملعب جولتين. تعال يا رب تكمل ضيف الشامخ. ضيف الشامخ ما قصر يا ابيض وجه. سعد الحكم الاول شغل انجليزي وتلعب مده على غير صلاه ظني يا احمد. صلاه خلاص ايوه صلاه جواد الساعه 6 6 منين انت تقدم علينا انت سوق ما تعرف 45 دقيقه. طيب الساعه 6 ليه؟ طيب خلاص باخذ عليك حصان وانا مسامحك يا خوينا اللبناني حبيبي يا بهاج حبيبي قلبي. سعد الشهري خوالي استنى تعال عيد خويل احمد باش. يلا يا حبيبي يا رب على خير يا احمد واللبناني. ها نشوفكم على خير حبيب. يا شباب بغط على خوالي. يلا مع السلامة. يا باي باي. سعد الشهري يا واد خلوني مع الرب بطلع على ادركم جميع. يلا بطلع انت الحين خشمك موبايل لخشمك انت شقل نور عشان اشوف وجهك نور شقل هذه هي المشكله عشان مزكي باج امور وفي حراره. اسمع وجهك ما يبان يا ابو محمد والله ما يبان. ما هو بلازم امشي تسمعني زين انا بلعب معك داعم كذا النجاده معك للحين ايه لا خرج روح نات انا ذي لي خلنا بسكوت انا اجيب البقاله. إيه نعم أنا أبيك تجي أنتو داعم كذا هذا داعم كذا أبي والله ما قد خلني نجي وإن شاء الله تزين كل الأمور لكن أنت محمد لا أنا أبيك أنتو داعمك ما هو موجود من أجيب أبني إخواني كل أبوكم يا عيال كل اللي عنده واللي عند سعد شير الداعم هذا أبي ألعب جولة ضده هو داعمك الرسمي أبي أكسر راسك وراسه وربي تخسر أناد يا محمد وينك عيال سووا شير للنجادة من بث سعد اطلعوا من بثي كلكم على بث سعد سووا شير للنجادة ده أبي داعم هيوة عنده طعم وصامة فرعان وعنده ماي باخ وعنده ايش اسمها بنتلي وقال بنتلي يا ربع ليش قال أنا مجهز له مليون يقولون محمد ترى معلق عنده الشحن ولا يقول ترى ما راح يفوز احد على سعد يقول ايوه يقولونه يعني هم يوصلون هم قال بي عندي زي الزاج انت توصيل حق داعم نجادة يرفع قضايا يرفع ولا لا علقه برجليه هو سعد الشهري يا ترى عندنا محامي روق في محامي روق توك توك بعلق برجليكم روق في محامي فيه روق فيه. فيه اسمع طيب بقى بحاجه داعمك بيجي داعمك بيجي انا سكسو والله ما اعلم يا اخو نظارتي تخسر تعال يعني عن بطني تخسر وتعال اشتري الدراهم حرمل ونظارتي كابي طاقيتي ثوبي ها والله نظارتي سعد ما كلفت عليك الغرفه هذه واجد تشغل النور وان شاء الله تشغل النور عندك ما يوجي سعد قالب يا فيوزي اقول يا رب غرفة عندك ما كلفت لا ما عليك بسالفتها يا ابو عايض تحب العلوم عارفك تحب العلوم دائما